اكيد مهم جدا ان احنا برضو اكيد لازم نطمن على كابتن هادي رفعت، ان كابتن هادي رفعت كان حارس مرمى النادي الاهلي السابق وهو برضو نجم منتخب مصر، لازم نطمن عليه ونشوف اصابته وصلت لايه. كابتن هادي مساء الخير. الخير يا كابتن خالد، اخبار حضرتك ايه؟ اخبارك انت، احكي لنا. الف مليون سلامه عليك. الله يسلمك يا كابتن خالد. والله يا كابتن خالد يعني هي اصابه بسيطه ان شاء الله. اكيد اصابه بسيطه، كلنا هو ده العادي، نلعب شويه اصابات شويه، لكن اكيد يا كابتن هادي نجم كبير زي حضرتك، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، واكيد النهارده نجم نادي هليوبوليس، اكيد لازم نطمن عليك ونعرف اخبار اصابتك ايه وتر اكيلس ايه اللي حصل بالظبط، احكي لنا. والله يا كابتن خالد شكرا لحضرتك طبعا. انا كنت يوم السبت اللي فات كان عندي ماتش. تمام. بس كان يعني انا بتحرك، والله كانت حركه عاديه جدا كويس، اي مشكله بس كانت رجلي كده مسكت في الارض، كان رجلي يعني مسك في الارض وطرقه، فانا كنت فاكره كان سبرين انكل عادي جدا. بس لعبت يعني حطوا لي بقى بنج وثلج وحاجات كده وكملت لعب طبعا عادي، ودوست على رجلي عادي جدا وطلعت بره اي مشكله. وبقى لعبت مشروعات بقى، لقيت ان شكل وتر الاكيلس شكله غريب شويه، يعني مش هو ده اللي انا اعرفه يعني. بس طبعا اتصلت بدكتور محمد شوقي، كان دكتور المنتخب طبعا، وتواصلت معاه يعني على طول وبتاع، وكان هو يمكن حتى ما كانش متواجد يعني، فاتصلت بدكتور كريم عيد كويس، فرحت له على طول وهو كشف عليا كشف مبدئي كده يعني، فقال لي ان هو غالبا هيبقى في حاجه في وتر الاكيلس. وبعدين رحت عملت اشعه رنين واشعه سونار كده، واتاكدت فعلا ان في قطع يعني فتره اكيلس في الرجل الشمال. الف مليون سلام عليك كابتن هادي. الله يسلمك. هنقعد قد ايه ونرجع تاني؟ والله يا دكتور قال لي ان احنا ان شاء الله هيبقى حوالي 6 اسابيع مش هقدر ابقى ادوس على رجلي خالص، وبعد كده 6 اسابيع كمان هبقى بدوس نص دوسه كده واحده واحده بالعكاز، وبعد كده نبدا بقى تحقيق لمده شهرين، فان شاء الله يعني من 5 ل6 شهور ان شاء الله موجود في الملعب تاني ان شاء الله. كابتن هادي اكيد الف مليون سلام عليك، بنتمنى لك فعلا ان ترجع بالملاعب سريعا، لان حضرتك يعني حصلت على بطولات كثيره جدا مع النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي السابقين، لكن نتمنى لك التوفيق والشفاء السريع باذن الله. الف سلام عليك كابتن هادي. اكيد اكيد هو ده تواصل النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي مع نجومنا اللي بيلعبوا في النادي وبره النادي، لازم نتواصل ولازم نطمن عليهم كلهم، لان ده دورنا كقناه النادي الاهلي.